ولما نيجي نقول له انا هزود عليك التذكره جنيه يقول لك انا غلبان مش قادر. صحيح، وانا كمان غلبان مش قادر. ينتظر المواطنون زياده جديده في سعر تذاكر مترو الانفاق بعد ان اعلن كامل الوزير زياده اسعار التذاكر في شهر يوليو القادم، اي بعد شهرين فقط من الان. وقد اكد وزير النقل ان تلك الزياده جاءت بعد محاولات الدوله الكثيره في الحفاظ على ثبات سعر التذكره، لكن بلا جدوى، واضطرت الوزارة في النهاية لوضع خطة لرفع الأسعار. ومنذ عام 2017 ارتفعت أسعار تذاكر المترو بنسبة تخطت 500%، فبعد أن كان أقل سعر للتذكرة جنيه واحد، اليوم وفي عام 2024 وصل أقل سعر للتذكرة إلى 6 جنيهات. ومع كل تلك الزيادة في أسعار التذاكر خلال السنوات الماضية، إلا أن الوزارة ما زالت تستدين من أجل سد الفجوة بين المصروفات والأرباح. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل سنوات قد أعطى الضوء الأخضر لوزارة النقل لرفع أسعار تذاكر المترو، معتبراً أن ذلك هو الطريق الوحيد لرفع جودة الخدمة المقدمة للمواطنين. ومنذ ذلك الحين وتستمر الوزارة كل عام تقريباً في رفع الأسعار.